قاعدة تتحقق بكل صراحة، واللي أتمنى يزعل أنا ما أتمنى بيهمني إنه الموضوع. أتمنى إن هي تبقى شهادة حق. أنا ما بعرفك أصلا حتى أدافع عنك أو مش أدافع عنك، أنا راح أسمع وأظن هي الروم موجودة، يمكن كان برون، يمكن الدكتور شريف عبادي على ما أظن. نعم حصل شتم من محمد الشهاوي بكل صراحة، تكلم عن لبسها وعن بطنها على ما أظن، وكان في مناوشات يعني حتى أقولها صراحة قولا واحدا، نعم حصل في شتايم أو كذا، أو تكلم عن جسمها أو أنت مش متربية، يعني من هذا الكلام اللي قاله، وأنا راح أدور على التسجيل، يمكن التسجيل موجود. فالواحد إذا يخطئ خليه يطلع ويعتذر، يعني وين المشكلة؟ إذا أنا أخطأت خلاص أعتذر، ليش أصر؟ ليش أضر يعني أصر على خطأي وأتمسك به؟ يعني دائما أنا بالنسبة إلي، يعني أنا ما بتكلم على أشخاص، بس دائما حبل الكذب قصير يكون، يعني مش اليوم بكرة، إذا ما بكرة بعد بكرة، بس اللي حصل حصل، قل صراحة قولا واحدا حصل. بس هذه شهادتي لله، وأعرف في بعض المسلمين راح يزعلوا مني، بس بصراحة أنا ما بتفرق معايا الشخص مسلم ملحد يهودي مسيحي، ما بيهمني، أنا بشوف الحق وين أنا بتبعه، بس أستاذ كردي، هذه حضرتك بس. كنت موجود في الروم بتاعت أول امبارح لا اللي أول شهاوي كان امبارح، لا فيها، لا لا لا، أنا ما والأنترفيو أتكلم، أنا بتاع أتكلم الملأ يوم علينا اللي أتكلم عن المجحدة. ملابسك وبطنك، يا سيدتي أنا بتكلم يوم اللي قال على بطنك وملابسك وما أعرف إيش، قليلة أدب من هذا النوع. بس انت كنت موجود بقى في الروم اللي انا قلت فيها المندى وكده من كام شهر بقى. ولا ما أظن اوكي يمكن اوكي يكون اوكي مسجل، تمام. اهو يا جماعة، ده بس واحد غير الثلاثة اللي انا طلبت شهادتهم، ولا يعرفني ولا اعرفه، كان أنا ما موجود ساعة أعرفك لما انا أصلا طلعت بكل علشان اقول صراحة، للشهاوي اللي انت ولا بتعمله ده. يعني عندي، أنا ما تخيلوا بقى. عندي معك غداء ولا مع الأستاذ محمد الشهاوي، بس قولا واحدا يعني أنا كمسلم تربيت على هاي الشيء وعلى أخلاقي وعلى ديني، إنه وين ما أشوف الحق أقوله بعين أكبر واحد، لا بلف ولا بدور ولا أي شيء عندي، بس ولا أحد أصلا قال لي يعني اشهد كذا وقول كذا، لا لا أقسم بالله، بس هذا اللي حصل، واللي يشوفني أنا يعني بقول غير شيء أو مداهن هو حر، أنا ما بيهمني أبدا، وين ما بشوف الحق وأظن أنه الروم مسجلة، أنا راح أخاف واحد يكذبني يقول لي لا أصله كذا أنت قلت كذا وما أعرف إيش، وبيلف وبيدور بحط التسجيل بوجهك كده وأقول لك ها، بس شكرا. طيب.